داخل ملعب صغير لكرة القدم في القدس القديمة يتدرب فتية فلسطينيون من المدينة على يد مدرب من مؤسسة ريال مدريد ضمن معسكر رياضي خاص يمتد على مدار الشهر بمشاركة أكثر من 2400 طفل و100 مدرب. قالوا من إخواني عشان إنهم قالوا يدربوا وإحنا نستفيد. وأنا بلعب مع أبناء اللوتسي لأربع سنين وبحب كرة القدم. الحلم بالنجومية والاحتراف في صفوف النادي العريق يجعل الأطفال يتحدون آلامهم وأوجاعهم مهما بلغت، مثل أيهم حجاز الذي يتلقى العلاج الإشعاعي من المرض الذي ألم به رغم خوف جدته الواضح عليه. ولي 5 سنين بلعب فوتبول وبتدرب مع المدربين 2-4. أحب أروح على ريال مدريد، أروح أسبانيا. ما نشوفوش غيب ما يخد الإشعاع، يضلوا بالنادي قاعد، يعني بحس بالنادي بتنشط كل اللي محشره في قلبه وفي صدره كله يفرغ في النادي وفي الفوتبول. القائمون على المعسكر الرياضي أثنوا على إقدام النادي العريق على هذا التحدي واعتبروه تقديرا لكرة القدم والرياضيين الفلسطينيين. فحلو أنه ريال مدريد بوصل رسالة زي هيك للأندية الإسرائيلية أنه فعلا في هذا الشعب موجود بدنا نهتم فيه، لأنه في عنده قدرات وخامات ممكن يتظاهر القدرات اللي عندكم بظل الإمكانيات المعدومة بالنسبة لشرقي القدس وللرياضة الفلسطينية بشكل عام. أما مدير إدارة الرياضة في مؤسسة ريال مدريد فيرى بهذه التدريبات مفيدة للمتدربين حتى ولو لم يحترفوا كرة القدم واختاروا مسارا آخر في حياتهم بدلا من ذلك. الشيء الأهم هو استخدام أدوات كرة القدم واستخدام المواقف والقيم طوال حياتهم بشكل إيجابي. حلم وإن طال يبقى على مرمى هدف مع اختيار 30 طفلا من بين المتدربين ليشاركوا في مسابقة ريال مدريد لعام 2020.